هو الفساد حمى بلاد المغرب منذ الاستقلال إلى الآن ولا زال مستشريا. فاتهام وزير العدل لأحد أقطاب السياسيين مكونات البرلمان بالفساد فعلا رئيس كتلة الاتحاد الدستوري ومن الأحزاب التي اصطنعت في يعني تاريخ المغرب. وبالتالي لدينا في الهيئة الوطنية لحماية الملاعب المغرب ملفات عن أقطاب الاتحاد الدستوري والذين أفسدوا البلاد والعباد. فإدريس الراضي بطبيعة الحال له 5000 هكتار يتصرف فيها كما يشاء في الغابات، وكأنه يطبق سياسة الاستعمار أيما كان اليوطي في المغرب. فقرر أن تصبح منطقة الغرب التي ينتمي إليها هذا الرجل لكي تكون غابة لشجر الكاليبتوس. وشجر الكاليبتوس هو عدو للفلاحة، وكانت هذه المنطقة ستكون كويت المغرب، فتم تشجيرها بهذا النوع. فذاك حينما يقول وزير العدل لهذا الرجل بأنك من المفسدين، إنني أؤكد ذلك. أيواش واضح، الرسالة واضحة، يعني تتفق مع كلام وزير العدل والحريات مصطفى رميد أنه من أكبر، أنه إدريس الراضي من أكبر المفسدين السياسيين الموجودين عندكم في المغرب. هل في مثل هذه الحالات أستاذ، وإحنا مش تعرفوا أكثر على عمل الهيئة، هل تتدخل الهيئة في مثل هذه الحالات؟ هل تطلب من الوزير مثلا إثباتات، أو هل تنادي هذا النائب لاستجواب ربما في الموضوع؟ إننا سنساعد وزير العدل في الإثباتات إذا ما تقدم هذا الرجل بشكوى ضد وزير العدل. رغم أن لدينا خلافات مع وزير العدل الأستاذ مصطفى الرميد الذي لم يستطع أن يحرك الملفات الكبرى، وهذا من الملفات الكبرى، الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يعني قام به هذا نموذج، هذا نموذج صارخ. هناك ملفات كبرى لم يستطع الأستاذ الرميد أن يحيلها على القضاء، ملف تلاعب في البورصة، ملف كذلك هدر المال العام فيما يتعلق بالتعليم، 33 مليار درهم. الآن دريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات قرر مؤخرا أن يفتحص أموال التعليم التي أهدرت فيما يسمى بإصلاح التعليم. وبالتالي أنت مستعد كرئيس هيئة وطنية لحماية المال العام أن تقدم براهين على الفساد اللي تحدث عليه مصطفى الرميد ضد إدريس الراضي؟ مستعدون، نحن مع كل وزير وكل مواطن مغربي يفضح الفساد، لكن على هذه الحكومة التي يرأسها الأستاذ عبد الإله بن كيران أن تسمع لنا كثيرا.